اهلا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا لي زامونجيم، بصح ماشي باللوز، راح نديروهم بالكاوكاو. اولا راح نخدموا لاباط. واش نحتاجوا فيها؟ 50 غرام نتاع زبده ما يعادل زوج مغارف، مش معمرين بومبي مليح، المهم زوج مغارف نتاع اكل. هنايا عندي مغرف كبيره معمره مليح نتاع سكر كلاص، بيضه صغيره عندي هنايا على راس المغرف برك نتاع خميرة الحلوى، وعندي هنا ملعقة صغيرة نتاع لافاني، وعندي فارينة باش نلم لاباط. نروحوا الى طريقة التحضير. في الوعاء حطيت الزبدة، نضيف البيضة، نضيف لافاني، سكر كلاص مغربل، نخلط بالخوي حتى تتجانس المكونات. البيضه ديرو صغيره، ولا عندكم يعني البيض تاعكم كبير ديرو الصفار في هذه الكميه الصغيره. نبدا نضيف في الفارينه تدريجيا مع خميره الحلوى، اذا بقيت نضيف الفرينه حتى تحصلت على عجينه متماسكه نوعا ما. راح نشكلها في القوالب نتاع التارتلات. اذا البنات ها هي لاباط بعد ما شكلتها في القوالب، وهنا جاتني 12 حبه، والان راح نروح نحضروا الحشو. البنات هنا بالنسبه للحشو، هنا حطيت 50 غرام نتاع زبده طريه، نضيف لها 50 غرام نتاع سكر حرش ما يعادل زوج ملاعق كبار معمرين. هنا نظن غالبا ما فهمتيونيش في الفيديوهات السابقه، انا في الفيديو نخدم بمقادير قليله، اما المقادير اللي نكتبها في صندوق الوصف فهي مقادير متوسطه للناس اللي تحب تخدم كميه اكبر. اذا واش ندير هنا في الحشو؟ راح نخفقهم جيدا مع بعضهم الزبده والسكر. هنا لما تلاحظوا بلي لون الزبده نتاعكم ولا ابيض، هنا راح نضيفوا بيضه. البيضه راح نديرها حجمها صغير لان استعملت غير 50 غرام من المكونات. هنا نضيف ملعقه صغيره تاع لافاني، واذا عندكم عطر اللوز راح يكون احسن واحسن. نكمل الخفق. هنا نحبس الخفق. الفرن تاعي راهو يسخن على 160 درجه، وهنا خديت 50 غرام من كاوكاو كما راكم تلاحظوا محمص بقشورو ومرحي شويه خشين، راح نخلطو معاهم. وهنا نضيف مغرف صغيره نتاع فارينه. اذا نحط الخليط نتاعي في لابوشادوي. اذا هاني حطيته، والان راح نبدا نعمر. هنا عندي كاوكاو ايفيلي، لاحظوا كاوكاو يجي هكا ايفيلي، راهو يتباع بالميزان عند الحلواني. راح ندير هكا من الفوق بهذه الطريقه. راح ندخلهم يطيبوا حتى ياخذوا لون ذهبي ونرجع لكم. اذا ها هما بعد ما خرجتهم من الفور اكتسبوا اللون الذهبي وحدهم يعني بلا ما نشعل عليهم من الفوق. الان كما حبيتوا تحبوا تدهنوهم باللاجولي اذا متوفر عندكم، او ديروا كما ديما ندير انا ندهنهم بالمربى نتاع المشمش. هنا ديما كل واحد واش عنده في المنزل. ندهن الوجه تاعهم هكا باش يبقى لماع. في الوسط نديرهم انصاف نتاع سيريز كونفي، وها هي النتيجه يا البنات. نتمنى تكون نالت الاعجاب نتاعكم، والان راح نقسم معكم حبه. اذا كما شفتوا العجينه هشه، والحشو من داخل يجي معسل ويجي طري ويبقى طري لي يعني اطول فتره ممكنه. صراحه كنت سيدتهم مره لاني حبيت نسيد الذوق نتاعهم الساعه ننزله لكم. بصراحه الذوق تاعهم جا رائع رائع جدا، يعني حتى بالكاوكاو جا في منتهى اللذه.
هذا هو الفيديو نتاع اليوم، نلتقي في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.